معايا المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد. مهندس منصور، هل كنت من الداعمين لترشح سيد البدوي ولا كنت ضد هذا الترشح؟ كنت من الداعمين لرفض ترشيح. لرفض طبعا. نعم. ليه يا باشمهندس؟ ليه يا فندم؟ ليه يا سيادة؟ لأن الوفد بتاريخه، يعني هذه الدعوة أو هذه الفكرة فكرة توئد الحياة الحزبية في مصر. ليس معقولا أن حزب الوفد صاحب 100 عام والذي سوف يحتفل بمئويته هذا العام يقدم على مشهد صوري وتمثيلي. هذا أمر غير مقبول وغير مفهوم ولن يقدم عليه الوفد. وبالفعل كان هناك شبه إجماع أو إجماع كامل داخل أعضاء الهيئة العليا على رفض هذا الأمر، لأن الوفد ليس ديكورا. الوفد تاريخ طويل ودماء شهداء ونضال طويل، لا يليق أبدا أن يلعب هذا الدور. هذا الأمر كان مرفوض تماما. من الذي دفع بالوفد في هذا الاتجاه؟ الذي دفع بالوفد في هذا الاتجاه ما قاله السيد مصطفى بكري وتبعه السيد سامر عبد المنعم فجأة في أعقاب انسحاب خالد علي. أين الوفد؟ أين الوفد؟ وفجأة تزايد على دوائر التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيات حديث أين دور الوفد؟ أين دور الوفد؟ فأصبح هناك حديث. ثم هو دور الوفد إن هو يلعب كومبارس؟ يا فندم هذا ما بقولك، بتقولي ما بقولك اللي حصل، مش بقولك دور يلعب كومبارس، يعني الناس رفض، الوفد رفض، الوفد رفض يا أستاذة. أيوه بتقولي ايه اللي حصل؟ فحدثت مهاتفات ومحادثات ودفاع واستعانة بقول ان الوطن في ازمة والتنافسية وغير التنافسية. هذا الكلام الحقيقة غير صحيح ورفضه اعضاء الوفد. وعندما صار لغطا طويل احيل الامر للهيئة العليا اللي هي الهيئة المنوط بها اتخاذ القرارات. وفي نقاش كافة اعضاء الهيئة العليا اعتبروا ان مصلحة الوطن ليس في هذا الاطلاق. مصلحة الوطن الا نقدم مشاهد تمثيلية وتصويرية، لكن مصلحة الوطن ان يكون هناك مواقف حقيقية تتحامى اقبال الاخر ويكون استثمار دائم. على هذا الاعتبار لم يشارك ولن يشارك ابدا في اي اعمال تمثيلية. طيب يعني المشهد بقى عموما مهندس منصور، يعني كيف ترى المشهد؟ يعني البعض كان بيقول ربما الافضل ان الوفد ينزل، وده كان المنطق انه الوفد ينزل مرشح علشان لا يكون هناك مرشحا وحيدا. الان الوضع يعني هل نحن في مأزق ام ان المرشح الوحيد افضل من فكرة ان يكون هناك مرشحين غير جادين في رأيك؟ الدستور بيقر حكاية لو كان في مرشح وحيد 5%، دي مادة موجودة في الدستور، فانا بلتزم بأحكام الدستور. اذا كان هناك سمت مقترحات اخرى لفتح الابواب لانتخابات تنافسية فيتم تأجيل الانتخابات 6 أشهر او سنة حتى يكون هناك اتاحة لاجواء اكثر انفتاحا، فهذا شأن تتخذه الجهات المنوط بها اتخاذ هذا الكلام. لكن ده طرح مهم جدا على فكرة اللي حضرتك بتقوله ده. يعني اجل الانتخابات لمدة سنة مش في اي حاجة حتى يكون هناك اجواء مفتوحة اكثر واجواء تسمح باعمال تنافسية. ولكن دفع الوفد مثل هذا هو وقت للحزبية. ليه؟ لان الوفد ادم حزب وحزب كبير، لما يخضم على عمل مثل هذا، هذا الكلام كلام غير منضبط. يبقى انا بقضي على الحزبية تماما وثقة الناس في الاحزاب وقدرتها على الممارسة، لكن انا عايز اعمل حل اقدر ابتدي حلول، لكن مش الحل ان انا اتخلص من الاحزاب اللي عندي واحطها في المحرقه، ما ينفعش. طب انا هقف هنا عند هذا الراي اللي حضرتك قلته، لانه بصراحه يعني جدير بان احنا نناقشه. يعني حضرتك في رايك انه من ربما يكون من يعني افضل من ان يكون هناك مرشح واحد والرئيس، انه ربما نؤجل الانتخابات 6 أشهر او سنه، يعني نمد في فتره الرئيس السيسي كي يكون هناك مرشحين اخرين، او ان الحياه السياسيه الاجواء تبقى افضل. الاجواء تبقى افضل، الاجواء تبقى افضل. بس ايه اللي هيخلي الاجواء افضل؟ شهور او لسنه؟ هل تظن ان الحياه السياسيه اقول لسيادتك الحمله التي تشن على الاحزاب وتوصفها بكرتونيه وما شابه تنفر الناس من الحزبيه. الاجواء سقف الحريات المنخفض نسبيا ينفر الناس من العمل العام. عايز استدعي الناس للعمل العام وعايز افتح الاجواء ولا سيما الوفد قدر يقدم نموذج او صوره جيده اننا نحافظ على قيمنا ومبادئنا التي نلتمي اليها وندافع عنها. فهذه يعني نفس اخر، نفس
للقدرة على ان احنا نعيد بس نروح في العمل العام، ولابد الكويس ايجابية اشترك مشاركة بس ده تطور اجواء اكثر متسمكة. فهذه عملية الادارة تفهمها وتفهمها ما نقوله حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد.